اللي في جيب احمد سامي حتى الان، لكن حذاري من حوادث النشل. ادي كوره، ضربه جزاء، ضربه جزاء، باسم مرسي، باسم ينفرد بمحمد ويروح وينفرد اهو. ادي باسم لمسها وعرقله من محمد مجدي، وقرار من حسني سلطان باحتساب ركله جزاء ثانيه في هذه المباراه. مباراه عجيبه وغريبه جدا، ركلتين جزاء، واحده ضاعت والثانيه اهو لسه هتتنفذ. ثلاث اهداف، كورتين في 15 يارده مثلا من الواقعة، قريب قوي والزاويه مفتوحه بالنسبه له تماما، وهو شايف وخد القرار، لكن شككوه في قراره. يا ريت القرار يبقى واضح. ها ادي الفار، ضربه جزاء، اصر على قراره على الخط، ولو هيتحرك رجل واحده اللي تتحرك، والتعليمات المعروفه طبعا اثناء تنفيذ ركله الجزاء. محمد ابراهيم بالقدم اليمنى، هيما في مواجهه محمد مجدي، يا ولد بمنتهى الهدوء بمنتهى الثقه يسجل محمد ابراهيم ثالث اهداف سيراميكا بعد ركله جزاء تتنفذ في الدقيقه 5 على مش عارف على طريقه التنفيذ. يمكن بيقول ان في لاعبين من سيراميكا كليوباترا اقتحموا منطقه الجزاء قبل التنفيذ، قبل ما محمد ابراهيم يشوط، لكن على اي حال محمد ابراهيم ينجح في التسجيل، ينجح فيما لم ينجح فيه محمد محسن ليلى. يعني شوف